مساءً سعيداً لكل متابعي الشوط الثالث في كل مكان، أحييكم أحلى تحية. جولتنا الرياضية نأخذكم فيها للتعرف على آخر المتابعات والأحداث. نبدأ جولة الشوط الثالث عبر الشرقية من أهم العناوين. منتخب ناشئة العراق يتعادل سلباً مع نظيره الأردني ودياً في عمان استعداداً لبطولة غرب آسيا. ضغطاً للنفقات، وزارة الداخلية تقرر إلغاء أندية المرور والنجدة والرد السريع وتحيل لاعبيها لبقية أندية الوزارة. والجوية العراقي يغادر منافسات دوري أبطال آسيا رغم فوزه على أجمك الأوزبكي بثلاثة أهداف في ملعب فرانسو حريري. هذه كانت العناوين، سنأخذكم بالتأكيد لتفاصيل أكثر بعد فاصل قصير. إذن أهلا بكم من جديد. من العناوين إلى التفاصيل، ونبدأ من معسكر منتخب ناشئة العراق الذي دخله في العاصمة الأردنية عمان استعدادا لبطولة غرب آسيا التي ستنطلق في سلطنة عمان. تعادل منتخب ناشئة العراق مع نظيره الأردني في مباراة ودية تدخل ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا في سلطنة عمان. المباراة جرت على ملعب البتراء في العاصمة الأردنية عمان. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، واستمرت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الثاني وإطلاق حكم اللقاء صفارته معلنا نهاية المباراة بالتعادل السلبي. ويخوض منتخب ناشئة العراق مباراته الثانية في السادس من الشهر الحالي قبل التوجه إلى عمان للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في مدينة صلالة بسلطنة عمان للفترة من العاشر ولغاية العشرين من الشهر الحالي. ويلعب العراق ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات عمان ولبنان واليمن. كل الموفقية لمنتخب ناشئة العراق في هذا المعسكر قبل الذهاب إلى سلطنة عمان والدخول في بطولة غرب آسيا، على الرغم من أن الفريق العراقي سيلاقي أصحاب الأرض في المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب اللبناني، لكن عشمنا كبير بلاعبينا وبالكادر التدريبي. إلى البطل العراقي علي فائز عبد الحسن الذي حصل على إنجاز في بطولة العالم للباغوت، إذ حصل البطل العراقي علي فائز عبد الحسن على فضية بطولة العالم للباغوت الجارية بنسختها الرابعة والمقامة حاليا في تركيا بمشاركة 24 دولة بعد أداء جيد ورائع، حيث شارك العراق في منافسات البطولة مع خيرة لاعبي العالم. ويعتبر المنتخب العراقي للباغوت من الفرق الحديثة التي تشكلت مؤخرا، لكنه يتمتع بشعبية واسعة واستطاع بفترة وجيزة أن يحصل على العديد من النتائج. طبعا نبارك لبطلنا علي ونبارك لوالده البطل العالمي الدكتور فائز عبد الحسن رئيس الاتحاد العراقي لبناء الأجسام هذا الإنجاز الكبير، ونبارك للجنة الباغوت تحقيق هذه الانتصارات في بطولة عالمية بمشاركة خيرة لاعبي العالم. بالتأكيد سنقف عند عودة البعثة العراقية إلى بغداد للحديث عن هذا المنجز. مشاهدينا الأحبة، وزارة الداخلية قررت إلغاء عددا من الأندية الرياضية ضغطا للنفقات، إذ قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلغاء أندية النجدة والمرور والدفاع المدني والرد السريع والتي ترعاها الوزارة. وأبلغ الشمري وزارة الشباب بحسب كتاب صادر عنه تلقى الشوط الثالث نسخة منه بالموافقة على إضافة نادي آليات الشرطة إلى الأندية المعتمدة في وزارة الداخلية
لتصبح 3 أندية فقط وهي الشرطة والحدود وآليات الشرطة. ودعت الداخلية إلى اعتماد اتحاد الشرطة الرياضي الجهة الرسمية الوحيدة لإعداد المخاطبات فيما يخص منح وتجديد وإلغاء إجازات تأسيس الأندية الصادرة من وزارة الشباب ومفاتحة اللجنة الأولمبية والمؤسسات ذات العلاقة. طبعاً إحنا نحترم قرارات وزارة الداخلية، لكن موضوع تقليص الأندية الرياضية لا يأتي في إطار التوجه العام لغرض نشر الوعي الرياضي في وزاراتنا، لا سيما الوزارات المهمة مثل الداخلية. يعني وزارة الدفاع عندها أندية كثيرة لم تلغي أحداً من الأندية، وزارة الداخلية يعني بداعي ضغط النفقات ما أعرف يعني وقت صارت ضغط النفقات، لا يمكن أن ألغي أندية لها تاريخ. يعني يا أخونا العزيز، يعني معالي الوزير، أنت لغيت نادي النجدة، هذا النادي اللي خرج لنا عمالقة الكرة العراقية ابتداء من الحارس رعد حمودي والكابتن الكبير الله يطول بعمره دوغلاس عزيز والحارس قاسم أبو حديد وقائمة طويلة من الرياضيين. يعني لا يمكن انه احنا نقول ما عندنا فلوس وراح نلغي هذه الاندية، وشنو المانع اذا وزارة الداخلية دعمت 5 اندية رياضية او 6 اندية؟ نعم لا تجددون او لا تشكلون اندية رياضية، لكن نادي المرور، هذا النادي اللي تأسس بالسبعينيات وبعدين تحول الى نادي الشباب الرياضي، نادي المرور ايضا من الاندية الكبيرة، الاندية اللي خرجت لنا عدد كبير من النجوم واللاعبين واللي رفضت المنتخبات الوطنية بأسماء كبيرة. لذلك يعني أرى من المجحف إلغاء أندية مهمة مثل ناديي النجدة والمرور، مع احترامي واعتزازي لنادي الدفاع المدني، هذا النادي اللي تشكل مؤخرا، ونادي الرد السريع، ومن حق الوزارة يعني هاي أندية نقول ما عدا تاريخ أو عمق رياضي، لكن نادي النجدة ونادي المرور لا، إلى عمق وإلى مكانه وإلى تاريخ. لذلك يبدو أنه المقربين للأخ معالي الوزير لم يوصلوا الرسالة الخاصة بحقيقة هذه الأندية، لأن نعلم علم اليقين أنه الأموال متوفرة ولله الحمد في وزارة الداخلية وفي بقية الوزارات العراقية، لكن أتمنى أن يكون هناك دعما للأندية الرياضية، هذا اللي نريده. يعني ترى بالمناسبة نادي الآليات ترى كان مهدد، هم كان اللغة لو ما تكون إن فد رسالة وموقف عبر منبرنا وقلنا ترى آليات الشرطة ترى هذا الفريق الذهبي، هذا الفريق اللي وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا في العام 72 وانسحب أمام واحد من فرق الكيان الصهيوني. وبالتالي يعني هذا الآليات اللي أوجه له التحية، وأتمنى أن تزداد الأندية الرياضية لغرض احتضان شبابنا في مؤسساتنا الرسمية ووزاراتنا المهنية. مشاهدينا الأحبة، أخذكم إلى منافسات دوري نجوم العراق إلى الأسبوع السادس، وبالتحديد إلى الديربي الذي يجمع نفط البصرة ونفط الوسط، إذ تمكن فريق نادي نفط البصرة من تحقيق الفوز على مضيفه نادي نفط الوسط بهدفين دون رد في منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق. هذه المباراة جرت على ملعب النجف الدولي، وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط البصرة بهدف دون رد جاء في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب حسام خلف جاد الله. وفي الشوط الثاني من عمر المباراة استمرت النتيجة على حالها حتى الدقائق الأخيرة، وقبل انتهاء وقت المباراة سجل نفط البصرة هدفه الثاني في الدقيقة 89 عن طريق أثير صالح، ليعود فريق نفط البصرة إلى محافظته بثلاثة نقاط ثمينة رفعت رصيده للنقطة الثامنة. طبعا مبارك لنفط البصرة ولمدربه المتألق عبد الوهاب أبو الهيل، هذه المباراة ونتيجتها عصفت بمدرب فريق نادي نفط الوسط ماجد حميد، وتم الاستعانة بالكابتن عباس عطية لقيادة الفريق خلال مباراة دوري نجوم العراق. نتمنى الموفقية والنجاح
إلى الكابتن العزيز عباس عطية، واحد من المدربين الشباب المدربين اللي يتمتع بعقلية كبيرة وحظ أوفر للكابتن ماجد، إلى دوري الكرة الممتاز الذي انطلق أيضا بمشاركة واسعة، حيث نأخذكم لعدد من المباريات خلال حلقاتنا تباعا، ونبدأ من مباراة إديالة وفريق الغراف. إذ انطلقت مباريات دوري الكرة للفرق الممتازة، وحقق فريق إديالة أول فوز له على فريق الغراف القادم من مدينة الناصرية بهدف دون رد، حيث احتضن ملعب إديالة في مدينة معقوبة هذه المباراة الجميلة التي استطاع فيها أصحاب الأرض من خطف أول 3 نقاط على طريق تحقيق الحلم والعودة لدوري نجوم العراق، بعد أن كان على بعد خطوة واحدة للوصول إليه في الموسم الماضي. لكن الميناء البصري خطف بطاقة التأهل إديالة، يؤكد سعيه لتحقيق أفضل الإنجازات خلال مباريات دوري الكرة الممتاز هذا الموسم. طبعا نبارك لنادي ديالة، نبارك لرئيس إدارة نادي ديالة السيد أحمد الموسوي، وللكادر التدريبي، ولجميع اللاعبين، ونبارك لهذا الجمهور الرائع، جمهور الذي يطلق عليه جمهور البرتقالي. فريق ديالة يتمتع بقاعدة شعبية واسعة، وبالتالي هذه الجماهير الوفية هي العامل المعزز لتحقيق الإنجاز. لذلك حظ أوفر لنادي الغراف، ومبارك لنادي إديالة ومزيد من الإبداع. مشاهدينا الأحبة، إلى الحدث الأبرز والمهم، وهو الجزء الذي سنتوقف عنده، هي مباراة الجوية وأجمك الأوزبكي التي انتهت اليوم على ملعب فرانسو حريري في دوري أبطال آسيا، إذ أنهى نادي القوة الجوية الاثنين مشاركته الآسيوية بتحقيق فوز معنوي على ضيفه نادي أجمك الأوزبكستاني ب3 أهداف لهدفين في المباراة الأخيرة له ببطولة دوري أبطال آسيا. المباراة جرت على ملعب فرنسو حريري في أربيل عند الساعة 3 عصرا. انتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق سعد عبد الأمير الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 14، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق فرانكو أوتشو بعد دقيقة واحدة من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 15، بينما تمكن لاعب الجوية محمد قاسم من تسجيل الهدف الثالث للصقور عند الدقيقة 42. وفي الشوط الثاني تراجع أداء الصقور وتمكن من تسجيل هدفين فريق أجمك لينتهي اللقاء بفوز القوة الجوية. ورغم فوزه اليوم إلا أنه ودع البطولة ليتأهل عن المجموعة فريق الاتحاد السعودي وسبهان الإيراني، بغض النظر عن النتيجة التي تؤول إليها هذه المباراة والتي ستجري اليوم. طبعا نبارك لفريق القوة الجوية فوز المعنوي. الحقيقة كنا نمني النفس الخروج متعادلين مع سبهان الإيراني في مباراة أنا أعتبرها دراماتيكية، لا سيما أن النقص العددي لم يتم استغلاله بالطريقة الصحيحة، وبالتالي دخل فريق القوة الجوية وهو مريض، ويعني مريض سريريا، لأنه إيش قد تحقق من أهداف وتفوز بنتيجة أنت خارج حسابات البطولة. ليش؟ لأنه نظام البطولة عند التعادل بالنقاط سيذهبون إلى مواجهة الفريقين، وبالتالي إحنا واجهنا سبهان وتعادلنا معهم ذهابا، لكننا خسرنا على في أرضهم طبعا بهدف دون رد في المباراة اللي تحدثنا عنها. اليوم الفريق الجوي سيترك الحديث لضيفي الكريم والذي سيتحدث عن الأداء العام. رأينا فريق القوة الجوية في الشوط الأول فريقا شهيته مفتوحة لتسجيل الأهداف وقادم وبقوة، ليؤكد للجميع أنه فريق خالفه الحظ في المغادرة. لكن في الشوط الثاني اختلف الأداء، وبالتالي أجمك سجل هدفين، ولو مستمر اللعبة بعد 5 دقائق يجي هدف التعادل. لذلك سأترك لضيفي الكريم الذي أرحب به أجمل ترحيب، وهو واحد من نجوم الكرة العراقية،
هو الكابتن العزيز كريم صدام الذي ينضم معي من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة للحديث عن مباراة الجوية وأجمك. كابتن كريم مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية، وفرصة طيبة أن يتجدد اللقاء بعد يمكن فترة طويلة. أهلا بك كابتن. شكرا جزيلا أستاذ محمد، وأنا سعيد جدا أن نتجدد لقائنا وياك، وإن شاء الله يكون على حسن ظن جمهورنا العزيز إن شاء الله. الله يحفظك، سعداء جدا بحضورك الكريم كابتن. الجوية فاز على أجمك بثلاثة أهداف، وتحدثنا أن المباراة الجوية قدم شوطا واحدا فقط، لكني أتحدث عن الأداء العام من وجهة نظرك كابتن كريم، وأنت خير من مثلت الكرة العراقية على مستوى الأندية والمنتخبات، كيف تقيم هذه المباراة بالنسبة للجوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد ترحيبي بك وترحيبي بمشاهديك الكرام. الحقيقة تعرف فريق الجوية فريق كبير، فريق إلى حضوره إلى تاريخه. مباراة اليوم يعني هي تحصيل حاصل المباراة السابقة، يعني مباراة سبهان الإيراني مع الأسف، يعني الفريق يعني كأنما تحصيل حاصل على المباراة. حتى اليوم منزل الفريق يعني تعرف حضرتك من تنزل كلاعب وأن النتيجة غير مؤثرة بموضوعك، بس اليوم رادوا رد اعتبار لفريق القوة الجوية، قدموا مباراة رائعة جدا بالشوط الأول مثل ما قلت حضرتك، رغم أنه يعرفون أن النتيجة ما راح تأثر على ترتيبهم العام، لأنه مثل ما اتفق صرحت حضرتك أنه الأفضل لفريق سبهان نتيجة المواجهات بين الفريقين. مع ذلك قدم الفريق مباراة طيبة وقدر يسجل ثلاث أهداف. هنا يعني الاسترخاء اللي صار بالشوط الثاني عند فريق القوة الجوية حقيقة أثر بشكل أو بآخر على اداء الفريق، بعد ما اطمئن من مباراه الشوط الاول انه قدم مستوى طيب، سجل اهداف جميله بسعد فرانكو محمد، قدموا مستوى طيب. تعرف هاي كره القدم احيانا الوضع النفسي يلعب لها دور كبير بالمباريات، ومع ذلك احنا نقول هارد لك لفريق القوه الجويه، بس يبقى القوه الجويه فريق الى مكانته وحضوره بالكره العربيه والكره العراقيه. نعم كابتن، اليوم لاحظنا غياب بايش وهمام وعلي جاسم عن تشكيله الفريق، وكأنه أنه أيوب أديشو دخل المباراة وهو يفكر أنها مباراة تحصيل حاصل، لكن يعني هذا تاريخ، والنتيجة الكبيرة اللي يسجلها الفريق أعتقد راح تنذكر بعد سنوات طويلة. ما الذي أراد أن يصل به أيوب عبر التشكيلة اللي لعب بها هذا اليوم أمام أجمك الأوزبكي؟ بتقدير الشخصية كان يفكر أيوب بالدوري قبل لا يفكر البطولة الآسيوية، يعني البطولة الآسيوية يعني تعرف حتى تحصيل حاصل هذه المباريات، بس عنده مباراة مهمة، يعني مباراة أجلت أمام فريق الكهرباء، عنده مباراة مهمة قادمة. الآن التنافس محتدم بينه وبين الشرطة والفرق الجماهيرية الأخرى. الدوري مضغوط، الدوري عنده إرهاق لاعبين، خاصة بايش يعني جاء من منتخب لعبات مضغوطة بعد يومين ومباراة آسيوية. التقدير الشخصي وهذا المنطقي يقول انه راحة اللاعبين ضرورية جدا، لانه قلت لك مباراة مضغوطة من قبل الدوري، والان يفكر بالدوري، يعني الدوري جدا مهم، جماهير تريد نتائج ايجابية، الان اهمية الدوري اهم من البطولة الاسيوية. عنده لاعبين جيدين، يعني فرصة اللاعبين الاخرين اللي اخذوا فرصتهم اليوم اثبتوا جدارتهم، وهذا من البديهي جدا انه ما تشيل كل لاعبيك الاساسيين، لانه مثل ما قلت لك الدوري مهم ودوري قريب ومضغوط. فلذلك الكابتن ايوب عمل خيرا انه ما شارك هؤلاء اللاعبين حتى يحافظ عليهم من الاصابات ومن الجهد العالي. نعم كابتن كريم، حضرتك اثرت شيء واليوم اريد اناقشك بهذا الشيء، قلت انه القوه الجويه الان يفكر بالدوري. طيب اذا كان التفكير بالدوري المحلي، لما المشاركه بدوري ابطال اسيا واستنزاف الاموال وإرهاق اللاعبين إذا كانت الطموحات طموحات متواضعة؟ ما الغرض من المشاركة في هذه البطولة الكبيرة اللي أعتقد من وجهة نظري لو الفريق الجوي ركز كثيرا أو ركز أكثر مما هذا الأداء لكان هو مستمر إلى الآن بالوصول إلى أبعد نقطة؟ لا استاذ محمد، استحقاق هذا، انت طالما ترتيبك بالدوري الاول او الثاني فعندك استحقاق اسيوي. نعم. القوة الجوية بدا بدايه رائعه جدا، وخصوصا مباراه الاتحاد قدم مستوى رائع، شرف الكره العراقيه، يعني كان قاب قوسين او ادنى نترشح للدور الثاني من خلال مباراه
اللي تعادل اللي خسر بها المباراة الأخيرة، يعني كان خسارة نتيجة خطأ فني مع الأسف. طموحه كانت مشروعة، يعني حتى هو حصل 3 مرات على كأس الاتحاد الآسيوي، هذا ينطي دفع نحو الأمام، يوسع من آفاق طموحاته أنه خلاص يمثل كأس الاتحاد الآسيوي. هذا كل المعايير وكل الأسس هذا تنطيه دافع يمثل وجه الكرة العراقية، وخير ما مثله، قلت لك البطولة، بس المباراة الأخيرة هي اللي أثرت على طموحه وأثرت على وضعه، بحيث كان قريب جدا من الترشح للدور الثاني. بس تعرف هاي كرة القدم، يعني خطأ فردي، خطأ بالمباراة السابقة أدى إلى ما أدى إليه، بحيث خروجه من اللبان. حتى مباراة سبهان، يعني مباراة سبهان مثل ما تطرقنا، يعني الفريق كان رائع جدا، بس مع الأسف الفرص اللي أهدرت في المباراة أمام سبهان كان قريب جدا من الترشح إلى الدور الثاني مع فريق الاتحاد. بس الأخطاء اللي صارت في المباراة السابقة، سوء الحظ، الفرص الضائعة، مع الأسف أدت إلى ما أدت إليه. ولا حق مشروع أن يشارك بطولة آسيوية، والآن شوف نادي الكهرباء ما شاء الله عليه ترشح، أدى طموحات، كذلك الزمالك ربما له فرصة يترشح للدور الثاني بكأس الاتحاد الآسيوي، فتبقى طموحات مشروعة لكل الأندية كابتن. نعم، يعني أنا متفقين أنه ليفل دوري الأبطال هو أعلى مستوى من كأس الاتحاد الآسيوي، لأن هذا ليفل 2، وبالتالي يعني حقيقة يعني أرجع وأقول يعني إحنا خلينا نكون منطقيين كابتن كريم، لا نجامل، نحن ما زلنا في بداية الطريق الاحترافي، لأنه مقارنة بالأندية اللي تلعب ويانا بدوري أبطال آسيا سبقتنا بسنوات طويلة من حيث قيمة التعاقدات، من حيث البنى التحتية، من حيث التسويق، من حيث أمور كثيرة. والدليل يعني الآن الدوريات السعودية والدوريات الخليجية وحتى الدوريات اللي موجودة في شرق القارة الآسيوية، الدوري الياباني، الدوري الكوري، نلاحظ أكو قفزات صارت. لذلك إذا أردنا الاستمرار كابتن كريم، فعلينا أنه إحنا نتحرر من هاي الأجواء اللي موجودة عندنا، اللي خلتنا نفكر بالنطاق المحلي لغرض أنه أنا احتكيت بالاتحاد، خلاص هاي غلبت أنا، وهاي راح يسجل التاريخ. يعني هاي الطموحات متواضعة عند لاعبينا كابتن، فما أعرف رأيك في هذه القضية كابتن. أستاذ محمد كنت وافقنا الرأي، الآن نهضة بالكرة العراقية من خلال الدعم المادي من قبل السيد رئيس الوزراء، الدعم من قبل الوزارات إلى الأنديتهم، هذا يعمل من أجل نهضة الكرة العراقية بصورة عامة. تعرف الأموال هي الأساس، صحيح، في رفع المستوى الفني من خلال استقطابات اللاعبين المحترفين أو الملاعب راح تكون بشكل جيد. هذه النهضة أنا بتقدير الشخصي يجوز توافقنا الرأي. نعم. إحنا باستثناء إيران والسعودية الآن يجي احنا تأثير تقييم بالترتيب الثالث، يعني لو تشوف المنطقة العربية مع جل احترامنا لهم، يعني نعم، الكويت، الإمارات، عمان، بعد أي دولة قريبة على البلد، قطر، سوريا، الأردن، العراق متفوق عليهم، قطر يعني الآن بالفترة الأخيرة، قطر ليس قطر قبل 3 سنوات أو سنتين، نعم، صحيح؟ نعم. فالعراق الآن بدأ مثل ما قلت حضرتك ويشكل خطورة على الفرق الأخرى إن شاء الله على المستقبل القريب. أنا متفائل جدا إنه الأندية أو المحترفين من خلال الأموال اللي رصدت من قبل رئاسة الوزراء لكل الأندية، هذا راح ينعكس إيجابا على نعم، مستوى الكرة العراقية، لأنه تعرف متى ما ساهمت الدولة برفع شأن الكرة العراقية من خلال الاتحاد، من خلال خوض المباريات، يعني بأي وقت نشوف المنتخب الوطني عنده يخوض معسكر أو بطولة، منتخب الأولمبي يخوض معسكر، منتخب شباب يخوض معسكر، منتخب الناشئين عنده معسكرات في وقت واحد، هذا راح ينعكس ايجابا على مستوى الكره العراقيه. بينما تتذكر قبل حضرتك كنت موجود بثناء الكره العراقيه، احنا نروح يعني ناخذ معسكرات نستعطف على الدول حتى تعمل لنا معسكرات في دول الجوار. الان لا، اختلف الموضوع، عندنا شخصيه وعندنا وضع، فالحمد لله احنا ماشيين، بس مثل ما قلت حضرتك شخصت راد لنا وقت ناخذ وضعنا الطبيعي. طيب، للكره العربيه. نعم. والاسيويه ان شاء الله. كابتن كريم، اعود الى اجواء هذه المباراه، انا اريد اوصف شويه وصف، يعني هو وصف يمكن يعني جزافة، نقول الجوية دخل ميت سريريا، لكنه في الشوط الأول كان فريقا كبيرا، وفي الشوط الثاني تراجع الأداء وكأنه الجوية اكتفى بالثلاثية اللي سجلها. ما هو تفسيرك لهذه الحالة كابتن من الناحية الفنية؟ الحقيقة اطمئنا للنتيجة، قالك 3 نقاط خلاص انتهت المباريات، يعني حتى بعرف الرياضة تقريبا بنشوف فريق متذيل القائمة 0 من النقاط،
خسر بالسبعة ممكن بالتسعة خسر أمام الفرق اللي من الاتحاد أمام سبهان خسر. فالفريق تقريبا أنت وأنت تغلبه في أرضه تقريبا أنت متغلب عليه نفسيا وفنيا، فهاي كل الأمور بالضبط، فهاي كل الأمور انعكست سلبا مع الأسف. وأنت جيت في الشوط الأول أكدت الحالة اللي كان عندك شعور أنه هذا الفريق سيء، فأكدت هذه الحالة بالشوط الأول مع الأسف الاسترخاء وحماس الفريق الثاني بحيث الفريق راد يثأر لحاله. كابتن كريم هاي تعتمد على ثقافة اللاعب ضغطهم، يعني احنا كنا نتوقع انا توقعت انه بالشوط الثاني راح يصير مهرجان للاهداف توجيهات المدرب، لكن ما اعرف يعني صار دروب بالضبط كنا نتوقع نهيج الفريق هو الرفع من شأنه، يعني راد يعوض عن يعني خاف على كرامته امام جمهوره امام وضعه بلده، فراد يعوض بشكل او باخر انه احنا فريق ترشحنا وريد يعني من اجل كرامه الفريق يقول خلاص احنا خسرنا بالاعداد الكبيره، فخافوا انه تكون الاعداد كبيره من الاهداف مثل ما قلت حضرتك، خافوا من السبعه من الثمانيه كابتن كريم، حاولوا يقللون من الاهداف هذا الحماس دفاعهم انه يسجلون هدف. ارد ازيلك سؤال، يعني واضح اجمك بطل الدوري الاوزبكستاني، احنا ندري الكره الاوزبكستانيه كره كبيره وكره صعبه وكرة يعني دائما عسيرة على المنتخبات، يعني من خلال متابعتنا كابتن زين هذا معقولة يعني اجمك هو بطل الدوري؟ ما اعرف رقم صعب بالكرة صار شيء احنا ما ندري فيه كابتن، جوز بطل الدوري ما اشترك يعني كان من البطولة اللي دز لا فريق لا خفان. جديات لا بس فعلا يعني تفاجئ على مستواهم ما هو المستوى، يعني نوف باختاكور من الفرق المهمة جدا، يعني ما معقول هذا الفريق يعني عفوا لهذه الكلمة لكنه متواضع جدا كابتن كريم، والدليل فعلا يعني صفر من النقاط والأهداف نطقولين بنص دقيقة نطقولين 16 هدف نص دقيقة بالضبط 14 و15، الفريق تحس ما بيروح يعني ما عنده حماس ما عنده بحيث يقدر يجار الفرق، والدليل قلت لك النتائج الكبيره اللي تغلب بها، يعني اكيد الاعلام والصحافه الان تلعب دور سلبي امام هذا الترشح وعلى الاتحاد او على اداره النادي انه كانوا سيئين بتمثيل الكره الاوزبكيه. كابتن كريم من وجهه نظرك يعني بماذا خرج فريق القوه الجويه بعد مشاركه انا اعتبرها مشاركه مهمه لانه احتك بفريقين كبيرين هما الاتحاد السعودي اتحاد جدة وأيضا سبهان بغض النظر عن لقاءاته مع أجمك الأوزبكي؟ بالعكس طلع بخبرة جيدة أنه مثل ما قلت حضرتك يعني كان بالمباراة السابقة كان مع كأس الاتحاد الآسيوي الآن صعد إلى ليفل أعلى، عرف إمكانيته عرف وضعه ليس فقط الجوية إنما كان وجه مشرق للكرة العراقية، لان خير ما مثلنا يعني بهالموضوع، بس تعرف قلت لك احيانا مفردات بسيطه تؤدي الى ما ادت اليه، يمكن فرصه المباراه الاخيره مع سبهان هي اللي اقصت فريق القوه الجويه مع الاسف، بس ما كان سيء ما كان انه بحيث كان صيد سهل للفرق الاخرى، بالعكس كان قوة جوية هذا الفريق الشامخ الفريق اللي قدر يمثل الكرة العراقية بخير تمثيل، والدليل انه ترشح بس فارق المواجهات هي اللي ابعدت عن التنافس، وهذا بالعكس راح تعطي خبرة تعطي نوع من الحضور في البطولة الآسيوية بحيث ان يشارك الفرق الاخرى تحسب له حساب انه ليس فريق سهل ممكن تتغلب عليه بسهولة، لا القوة الجوية فريق يمثل الكرة العراقية ويملك نجوم يملك مدرب جيد وقدروا يثبتون حضورهم بهذا الوضع، مو شرط ترشح بس قدر يثبت حضوره من خلال هذه البطوله. نعم، من خلال قراءتك ومتابعتك لفريق القوه الجويه في دوري الابطال، تعتقد يعني ما الذي يجب ان يتوفر عند القوه الجويه حتى يقدر يوصل الى نقطه ابعد في منافسات دوري ابطال اسيا؟ يعني ما هي المشاكل اللي واجهتها ووقفت حائل امامه واللي ادت الى خروجه بهذه الطريقه، على الرغم انا وياك متفقين انه خروجه مشرف لانه حصل على 10 نقاط وبالتالي يعني خلص هاي المواجهات اللي، لكن ارجو الجواب على سؤالي كابتن كريم. والله شوف مو فقط القوة الجوية، كل الفرق الاخرى راح تتوفر اموال، يجب ان يكون محترفين اعلى من المحترفين الموجودين بالظرف الراهن. نعم. ويجيب محترف مؤثر. يعني مثلا منطقة الهجوم منطقة الوسط منطقة الدفاع، أجيب لاعب مؤثر ويكون إيجابي. إحنا
كل الأندية ليس فقط القوة الجوية، كنا نعاني من ضائقة مالية. نعم. يعني احنا تجربة الزوارع مثلا تروح على لاعب مميز لاعب جيد لازم منك مبلغ عالي مثلا 300,000 دولار 400,000 دولار، احنا صعب الأندية نطيش هكذا مبالغ بحيث من تجيب اللاعب لاعب مؤثر بهذا الموضوع، فتلتجي الى مبالغ بسيطة. هاي المبالغ البسيطة ما تجيب لاعب بدون الليفل الاول بقدر ما تجيك متوسط او دون المتوسط بهالموضوع. نعم. فبتقدير الشخصي يعني الكرة العراقية والجوية يحتاجون الى محترفين بمستوى اعلى يعمل لك الفارق بحيث يكون لاعب مؤثر يعمل لك الفارق امام الفرق الاخرى، والا احنا اللاعبين مثل الجوية ناخذهم كمثال، بالعكس كلاعبين محليين كافراد من خيرة اللاعبين الموجودين بالكرة العراقية وقدموا مستوى جيد. نعم. بس حتى نعمل فارق يجب أن يكون لدينا لاعبين محترفين على مستوى أعلى وتكون معسكرات. أنا وياك. وتكون عندنا مباراة تجريبية على مستوى أعلى من المباريات اللي نخوضها. أنا وياك. نعم. متفق. نعم حضرتك يعني حددت جادة الصواب مثل ما يقول، بس يا كابتن أنا أجيب لاعب 5 ستارز وللأسف الشديد إنه إحنا ما نمتلك أبسط مقومات الأندية، يعني نادي القوة الجوية لا يمتلك منازع، لا يمتلك حمامات، لا يمتلك أمور هذه ما تخلينا إنه إحنا نقدر بحيل صدر نجيب لاعب يتمتع بمواصفات وله سي في وله إمكانية، فدائما إحنا نبحث عن اللاعب اللي على قولته نحار ومقسم ورخيص حتى يمشينا الأمور، لكن هذه الطريقة يعني كابتن كريم ما رح تؤدي لتحقيق أهدافنا، ما أعرف يعني توافقني الرأي كابتن؟ لا فعلا، لا فعلا تشخيص منطقي وتشخيص هذا نشوف المشكلة كنا نعاني منها بالملاعب الرسمية. نعم. يعني كنا قبل لا عندنا ملاعب تدريب ولا عندنا ملاعب رسمية تليق بمستوى، الآن الملاعب الرسمية ما شاء الله يعني الآن ملاعب اللي تخوض عليها المباريات مفخرة للكرة العراقية. صحيح. من خلال النقل، من خلال حتى يعني ردة فعل الإخوان العرب، هذه كخطوة أولى. الآن الخطوة الثانية الملاعب التدريبية أو الملاعب الخاصة بالأندية. نعم. الزوراء الآن عندها ملعب تفتخر به الكرة العراقية، بس أندية هواي ما عندها ترى كابتن منازع، فشي رائع. لا احنا دا اقول لك هسه مثلا الشرطة ما شاء الله دا يشتغلون، لربما على الموسم الآخر راح يكون عندهم ملعب يليق باسم الشرطة، كذلك الجوية يعني اكثر مرة يكون اكو مشاكل إدارية مع الأسف، يعني حالة دون بدء بتنفيذ هكذا ملعب ولا الإدارة عازمة، وأكثر من مرة كانوا اتفقوا مع شركات، فالعامل الإداري كان يعيق هذا العمل مع الأسف. نعم. بس النية والإصرار عند الإخوان بالهيئة الإدارية نادي القوة الجوية أنه يعملون ملعب يليق باسم القوة الجوية. هذه الخطوة الأخرى أستاذ محمد راد لها وقت إن شاء الله. نعم. وتتنفذ وكاف والأندية الأخرى، شوف مثل فرق المحافظات كلهم عندهم ملاعب تليق باسم الكرة العراقية، فممكن يجيبون لاعبين على مستوى عالي ويقدرون. نعم. يقدمون مستوى طيب. إذن حتى أغلق ملف القوة الجوية كابتن كريم، المشاركة الجوية الآسيوية مشرفة، لكن يعني سوء الحظ هو من رافق مغادرته. متفقين كابتن كريم؟ أكيد. لا لا مثلونا خير تمثيل. نعم. بس مع الأسف المواجهات المباراة السابقة. نعم. يعني هي اللي أخرجت الفريق عن المنافسة مع طيب. الأسف. طيب أستغل وجود حضرتك لأذهب إلى سؤال، يعني سؤال مهم، ما الذي يجري في أروقة نادي الزوراء؟ يعني أي عقل فريق الزوراء الكبير مدرسة الكرة العراقية يعني أن يمر بهذا الظرف اللي يستمر يمكن إلى أكثر من موسمين، وبالتالي يعني نلاحظ عزوف الجماهير، عدم قناعة الجماهير بأداء الزوراء، الزوراء يحقق فوز بصعوبة، مستوى يعني مباراة النجف الأخيرة الحقيقة يعني إذا أردنا نتحدث عنها أنا وأنت كابتن بعيدة عن مستوى الزوراء مدرسة الكرة العراقية الذي كان يطرب الجميع بفنونه وبأدائه وبأهدافه. يعني على عجالة، يعني ما الذي يجري كابتن وهل سيستمر الحال؟ لا أكيد. شوف هذا الزعل اللي حضرتك يعني تشيله حبا وإيمانا بالزوراء، ترى كنا نحمل هذا الهم وهذا الوضع أنه. نعم. مستوى الدوري بصورة على مثال حضرتك من العام الماضي وحتى بداية الدوري يعني خص الفرق الجماهيرة ما استقرت على وضع، يعني قارن مع الشرطة مثلا تعرض إلى خسارتين خلال هاي 6 أدوار، كذلك الطلبة ما ظهروا بمستواهم الحقيقي، اليوم مثلا كان عندهم مباريات لحد الدقيقة 90 كانوا متخلفين قدروا وفازوا على دوك فعلا. نعم. كذلك الجوية ما قدموا
3-1 بالدقائق الاخيره، فكل الفرق ما تقدم مستوى يعني مستوى يليق باسمهم يعني، بحيث بس الزوراء طولت كابتن كريم متابع الدوري الفرق بسبب تغيير المدربين بسبب تغيير اللاعبين يعني فريق مثلا يجيك مدرب مثل كابتن ايوب اوديشو مع جله اسم كبير بالساحه العراقيه جاء من جاء العام الماضي طلع تقريبا حدود العشرة او ال11 لاعب ابعتهم جاء فريق جديد، تعرف البناء يختلف عن الفريق المستقر، يعني الفريق مشكلته الان عدم الاستقرار، يعني سنه كذلك ضمن كابتن حسام البدر، حسام تعرف حضرتك اسم الى حضوره الى تاثيره بالكره العربيه والافريقيه، مثل درب منتخب مصر لاكثر من سنه، درب النادي الاهلي اكثر من 5 مواسم، فالسي في مالته جدا جدا رائع. الان اختلفت اللاعبين كذلك، يعني تقريبا 10 لاعبين او اكثر جو اللاعبين، فالبناء يراد لوقت. دخلنا بالاسيويه ما خض اي مباراه تجريبيه، يعني تعرف الدوري تاخر عندنا، المباراه الاولى اثرت بشكل كبير على الفريق العراقي، يعني خسرنا مع العرب الكويتي مع جل احترامنا لهم الناس، فريق يعني كان ممكن باستطاعتنا نتغلب عليه، بس مثل ما نشوف حضرتك كره القدم اخر ربع ساعه سجلوا هدف فوق، هذا ياثر على الوضع النفسي عند اللاعبين، حتى تبني فريق يجب ان العمل الاداري والعمل النفسي طيح. هو اللي ينطيك نتائج عمل فني، فالفريق مثل ما قلت حضرتك يمر بوضع نفسي كابتن كريم يحاول يرضي الجمهور، يحاول يرضي الاداره، فدائما يكون مضغوط. بس اريد اسال سؤال ويعني هو شارف على الختام لقاء اليوم بيك، وانا سعيد جدا بحضورك الكريم واتمنى لك طبعا الموفقيه والنجاح في حياتك كابتن محمد. ولكن الزوراء يعني الحقيقه اصبح عاجزا عن خلق بديل ككريم صدام والراحل احمد راضي وحسام فوزي وهذه القائمه وليث حسين، هاي القائمه الكبيره، يعني الزوراء اللي يعتبر كان مدرسه ولقب هداف الدوري كان ما يخطي الزوراء، وايضا يعني فريق الزوراء كان يصدر لاعبين لجميع الانديه والمنتخبات بدقيقه واحده كابتن كريم. لا هو كابتن يعني الكره العراقيه يعني مع جل احترامي يعني باستثناء مثلا يونس باستثناء ايمن وباستثناء ميم الان عاد يعني ان شاء الله عوده موفقه، ماكو سوبر ستار هجوم بالمنتخب العراقي، ولا مثلا هاي مشكله الكره العراقيه ما انجبت نجوم متميزين بحيث انت مثلا بيام الله يطيب صحه وسلامه الكابتن حسين سعيد نشيله من التشكيل يقول والله حسين اثر على التشكيل، او الكابتن احمد راض الله يرحمه الله يرحمه مأثر. الان المستويات كلها متقاربه، المستويات كلها يعني مرتقت الى المستوى النجوميه العاليه مثل ما شخصت حضرتك، انه كيف نحتاج بناء لاعبين شباب جيل جديد من اجل دعم الكره العراقيه ودعم الانديه، يعني تعرف الانديه الان هي تبحث عن اللاعب المحترف، والاحتراف يعني ما كان بصوره صحيحه بحيث اللاعب ينتقل من نادي الى نادي، انت تجيب اللاعب مثلا ساعدنا لاعبين شباب موقع مده 2-3 سنين، الانديه الاخرى تعطي مبالغ عاليه انت عاجز ان تنطيها، يعني والدليل مثلا عندك حسين علي لاعب ناشئ لاعب جيد، جاء رجل لعب ويانا اكثر موسم صار نجم راح احترف ورجع لنا مره ثانيه راح احترف من جارد مبلغ عالي، يعني ما قدر نأمن نعم هذا المبلغ كابتن. أمنت لنادي آخر فأنت نعم. بنية وتعبت المحصل الآخري نعم كابتن. كابتن أنا نعم. أشكرك جزيل الشكر وكرر امتناني لحضرتك وأتمنى لك الموفقية والنجاح وظهورك المستمر إن شاء الله مع قناة الشرقية. الكابتن القدير كريم صدام شكرا لحضورك الكريم. طبعا أبارك لفريق القوة الجوية، يوم غد إن شاء الله راح تكون لنا وقفة أيضا عن هذه المباراة وردود أفعال الجماهير اللي زحفت من بغداد وبقية المحافظات لدعم الفريق في ملعب فرانسو حريري، سنكون معكم أولا بأول. سادتي الأحبة قبل أن نختم حلقة هذا اليوم طبعا سنهدي لحضراتكم فيلما وثائقيا قصيرا يتحدث عن مسيرة المنتخب العراقي في هانوي ومباراة المهمة أمام فيتنام اللي من خلالها استطاع الفريق العراقي أن يفر بنقاط 3 وبهدف قاتل للكابتن ميمي. طبعا نشكر الزميل العزيز رافق قاسم العقابي اللي الحقيقة أهدى للشوط الثالث والشرقية هذا الفيلم الوثائقي. نتابع هذه اللقطات وهذا الفيلم الوثائقي للمنتخب العراقي.
الحمد لله والشكر. هذا فضل اول شيء من الله سبحانه وتعالى، بعدين ثقه المدرب بي، فشيء جدا عظيم بالنسبه لي. اعتقد انه يمكن جت فترات قلت اقول حتى ما راح اقدر ارجع العب منتخب مره ثانيه، ما راح ارجع لمستواي مره ثانيه، لكن المدرب عنده ثقه بي عمياء، وهذا الشيء اللي خلاني ارجع بالصوره بصراحه. يعني لاعب من عند رباطين صليبي خلال سنه واحده يقدر يرجع ويلعب في هذا المستوى، فاني اشوف انه الحمد لله والشكر فضل من الله سبحانه وتعالى وثقه الناس اللي تحب علي عدنان. انا اشكركم على دعمكم ومساندتكم، ان هدفي وهدف اخوانكم اللاعبين هو اسعادكم ورسم الفرحه على وجوهكم، وهذا ما نسعى دائما لتحقيقه. لله الحمد، الله سبحانه وتعالى يوفقنا في ان نسعدكم ونفرحكم، وهو هذا الهدف اللي اسعى لتحقيقه، بالاضافه الى وصول العراق الى قمه اسيا ان شاء الله خلال المراحل خلال السنوات القليله القادمه باذنه تعالى. إذن شكر مرة أخرى للعزيز رافق العقابي، ونتمنى للموفقية والنجاح، وأيضا للمنتخب الوطني العراقي المزيد من الإبداع في مسيرته للدفاع عن ألوان الكرة العراقية. سادتي الأحبة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي أشكر فيها ضيفي الكريم العزيز الكابتن كريم صدام اللي كان حاضر معنا من استوديوهاتنا في بغداد، ولكم على طيب المتابعة. نبارك لفريق القوة الجوية تحقيق الفوز رغم مغادرة دوري أبطال آسيا، متمنين لفريق القوى الجوية المزيد من الإبداع. أنقل لكم تحية جميع زملائي من استوديو البث والكنترول ومن مخرج البرنامج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث عبر الشرقية. طبتم في أمان الله، إلى يوم غد أقول لكم في أمان الله.